احتفلوا بافتتاح أول قاعدة لمجال رقمي، المجال الإعلاماتي اللي غادي تكون مركز ديالها في المغرب واللي غتشتغل من أجل جميع الفيليال، جميع الشركات ديال الشركة العامة، مجموعة الشركة العامة اللي كاينين في أفريقيا. وهذا بالنسبة لنا هذا حدث مهم، لأنه تبرز ما هي أهمية المغرب في إطار افتتاحه، في إطار سياساته ديال سياساته أفريقيا وسياساته سكون أبل جنوب جنوب والشركة العامة، لأنها موجودة في المغرب أكثر من قرن، لأنه في المغرب عندنا بنكة بالحجم مهم اللي عنده واحد المجموعة ديال الاختصاصات، لأنه أهم شركة وأهم فيليال ديال الشركة العامة في أفريقيا. هذا تيأكد من جديد أنه المغرب عنده واحد المجموعة ديال المؤهلات اللي تتخليه يلعب دور ديال هاب أو مركز بالنسبة للسوسيتي جينيرال في أفريقيا.